بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى معالجة موضوع مقترح كاختبار للفصل الثاني للسنة الثانية للسنة الأولى من تعليم المتوسط، وهذا هو الموضوع المقترح. يتكون من 4 وضعيات على خلاف ما هو مقرر وفق دليل بناء الاختبارات، المتشكل من وضعيتين مباشرتين ووضعية إدماجية. المهم سنناقش هذا الموضوع ليستفيد أكبر قدر من أبنائنا في هذا الميدان. إذن يقول في الوضعية الأولى: املأ الفراغ بالكلمة المناسبة حتى يشتغل أو يتوهج مصباح التوهج. يجب أن نشكل دار كهربائية مغلقة. العبارة الثانية: تحت الضغط النظامي يغلي الماء المقطر عند أي درجة. لا شك أنكم تعرفتم عليها، وهي الدرجة 100. الماء يغلي عند أو تحت الضغط النظامي عند الدرجة 100، كما أنه يتجمد، يعني هذا الماء النقي، عند الدرجة 0 تحت الضغط النظامي دائما. ثالثا: عند مزج الحليب مع السكر. ماذا يقصد هنا بالحليب؟ لا شك أنه يتكلم عن الحليب المنحل أو الحليب السائل. عندما نمزج الحليب مع السكر، وهنا كذلك نركز أن كمية السكر ينبغي أن تكون مناسبة للحليب المأخوذ، لحجم الحليب. إذن هنا نحصل على خليط متجانس. العبارة الرابعة: عند تقطير الماء نحصل على ماء نقي. خامسا: للمصباح مربطين متماثلين وللعمود الكهربائي دلالة لها أهمية في توهج المصباح. إذن هذا ما جاء في الوضعية الأولى. نمر إلى الوضعية الثانية. يقول: إليك العناصر الكهربائية التالية: لدينا عمود كهربائي، قاطعة، مصباح، أسلاك توصيل. يطلب منا أن نرسم مخطط الدارة الكهربائية باستعمال الرموز النظامية. إذن هذا هو مخطط الدارة الكهربائية باستعمال الرموز النظامية. فقط هنا القاطعة يعني غير مرسومة، بينا أن مكانها كما هو موجود في هذه الفتحة. هنا فقط نرسم ذراع مفتوحة بهذا الشكل. يقول في السؤال الثاني: عند غلق القاطعة ماذا يحدث في الدارة؟ إذن بينا في الرسم أننا غلقنا الدارة الكهربائية. لاحظ أن الدارة صارت مغلقة، أي جميع عناصرها موصولة ببعضها البعض. ماذا يحدث في هذه الحالة؟ عند غلق الدارة يتوهج المصباح. وهنا ينبغي أن نشير إلى ملاحظة: توهج المصباح مرتبط بمدى توافق دلالة المصباح مع دلالة البطارية. يعني مثلا لو نحن أحضرنا عمودا كهربائيا دلالته 1.5 فولت ومصباح مكتوب عليه 24 فولت، أكيد لا نرى، عندما نغلق الدارة لا نرى توهج المصباح. يعني هنا هذه الملاحظة ينبغي أن ننتبه إليها. فتوهج المصباح عند غلق الدارة مرهون أو متعلق بمدى توافق دلالة البطارية مع دلالة المصباح، كما أن شدة الإضاءة كذلك مرهونة بهذا الكلام. يعني إذا كانت البطارية دلالتها 3 فولت والمصباح مثلا 6 فولت، فإن المصباح سيضيء، ولكن يضيء بإضاءة ضعيفة. متى يضيء بإضاءة عادية؟ عندما تكون الدلالتين متوافقتين. قال مثلا المصباح مكتوب عليه 6 فولت والمولد مكتوب عليه 6 فولت، هنا ستكون الإضاءة عادية.
يقول في سؤال ثالث: ماذا نسمي هذه الدارة الكهربائية؟ هذه الدارة الكهربائية تسمى دارة بسيطة في حالة مغلقة، يعني عندما نغلق القاطعة ويتوهج المصباح فالدارة مغلقة. تسمية الدارة قلنا نسميها دارة بسيطة. لماذا بها التسمية؟ لأننا نتحكم فيها من نقطة واحدة أو بقاطعة بسيطة، هذا بكل بساطة. إذن تسمى هذه الدارة الكهربائية دارة كهربائية بسيطة، هي في حالة مغلقة عندما غلقنا القاطعة وعندما توهج المصباح. نمر إلى الوضعية الثالثة، يقول: هل الماء الصالح للشرب جسم خليط ولماذا؟ إذن فالماء الشاروب هو جسم خليط وخليط متجانس. لماذا؟ لأنه يحتوي على أملاح معدنية متنوعة مختلفة. ب: يمكن أن نجري عملية على الماء الصالح للشرب لكي يصبح نقيا. ماذا تسمى هذه العملية؟ هذه العملية تسمى بعملية التقطير. هل يعتبر الماء النقي صالح للشرب ولماذا؟ الماء النقي ليس صالحا للشرب لسبب بسيط، أنه خالي من الأملاح المعدنية، وهذه الأملاح المعدنية ضرورية للكائن الحي ومن باب أولى للإنسان. إذن فالجسم في حاجة ماسة إلى هذه الأملاح، لذا لا يشرب الماء النقي. يعني إذا داوم الإنسان على شرب الماء النقي فإنه تظهر عليه أعراض من المرض بسبب نقص الأملاح المعدنية. نمر إلى الوضعية الرابعة، يقول: قمنا بخلط 1 كيلوغرام من الماء مع 10 غرام من الملح، هل الخليط الناتج متجانس أم غير متجانس ولماذا؟ في هذه الحالة سيكون الخليط الناتج هو خليط متجانس. لماذا؟ لعدم إمكانية تمييز مكوناته بالعين المجردة. بعبارة أخرى، لأن الملح سيذوب بالكامل ويختفي في الماء ولا يمكن تمييزه من الماء. هل يمكن اعتبار هذا الخليط محلولا ولماذا؟ إذن هذا الخليط هو محلول ومحلول مائي. لماذا؟ لأن الملح ذاب في الماء، أو لأن الملح انحل في الماء، فهو يتكون من عنصري المحلول: المذيب والمذاب. المذيب هو الماء والمذاب هو الملح. ثم بعد ذلك يقول لنا: احسب كتلة هذا الخليط. إذن فكتلة هذا الخليط نحسبها بتطبيق العلاقة البسيطة التي نعرفها جميعا: آم تساوي آم واحد زائد آم اثنين، حيث أن آم هي كتلة الخليط، آم واحد هي كتلة الماء، وآم اثنين هي كتلة الملح. فقط ننبه هنا إلى أننا ينبغي أن نجانس الوحدتين، فلدينا كتلة الماء بالكيلوغرام وكتلة الملح بالغرام، فينبغي أن نحول مثلا كتلة الكيلو الماء من الغرام إلى الكيلوغرام. 1 كيلوغرام يساوي 1000 غرام، إذن آم تساوي 1000 غرام زائد 10 غرام التي هي كتلة الملح، فتكون النتيجة أو الكتلة الإجمالية هي آم تساوي 1010 غرام. هذا بالنسبة لإيجاد كتلة المحلول. المطلب الرابع يقول: احسب تركيز هذا المحلول إذا مزجنا 2 لتر، يعني هنا غير المعطيات، إذا مزجنا 2 لتر من الماء مع 18 غرام من الملح. هنا علينا أن نتذكر قانون حساب تركيز المحلول. تركيز المحلول ما هو إلا حساب النسبة بين كمية المذاب وحجم المذيب. أعيد: تركيز المحلول ما هو إلا النسبة بين كمية المذاب وحجم المذيب. وعليه فالقانون يقول: سي، هذا رمز التركيز، سي يساوي أم على V، حيث أن أم هي كتلة المذاب وهو الملح، وV هو حجم المذيب وهو الماء. نطبق: سي يساوي 18 غرام على، لاحظ أننا حولنا
الحجم من اللتر إلى السنتيمتر مكعب. لدينا كل واحد لتر هو واحد ديسيمتر مكعب، هو 1000 سنتيمتر مكعب. إذن 2 لتر هي 2000 سنتيمتر مكعب. إذن 18 على 2000 ما هي إلا 9 على 1000، يعني اختزلنا، بمعنى أنه لدينا 9 غرامات، كل 9 غرام من هذا الملح منحلة ومذابة في 1 لتر. إذن نجد التركيز، كم لدينا من غرام في السنتيمتر المكعب من هذا المحلول؟ نقسم عاديا ونجد التركيز يساوي سيساوي 0.02 غرام على السنتيمتر المكعب. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، وسنلتقي في حلقة أخرى بإذن الله مع نموذج آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.